دائما كتجي لمدينة وجدة، يعني بغيت يعني واحد الكلمة فرق وجدة والوجادة. بعدا وجدة خصو انا راه ديالهم، لان انا دخلت نقرا في واد النجف. قلتي في واد النجف؟ وي يلا دخلت نقرا في واد النجف ابتدائي، ومن بعد مشيت للميرالي، اي ابخي رحلنا مشينا لكرسيف. دونك انا مدينة وجدة بالنسبة ليا ما غريباش عليا، الخروب وسيدي معارفة وسيدي يحيى، دونك جو كوني. وان بليس كنت كنرجع لمدينة وجدة لان كنت من بين المنظمين ديال مهرجان الغرناطي اللي كانت كتنظمو وزارة الثقافة، كنا كنديروه في الجردة ديال لالا مريم، في المتحف ديال لالا مريم ودار السبتي. ويعني انا مدينه وجده كنفتخر بها، والجميل انني غبت عليها كالكوزاني، ولكن رجعت وانا نقول واو تبارك الله. يعني كيفاش يعني كيفاش شتي وجده؟ واش تغيرات يعني يعني المشاريع التنمويه، يعني يعني الزيارات المتتاليه ديال جلاله الملك، تقريبا 25 زياره للمنطقه الشرقيه وجده. انا نقول لك واحد الحاجه، انا جو تروف كو يعني المغرب واحد الحركيه فيه جميله جدا، وهاد الحركيه كتخلي مدينه كتبين مدينه اخرى، لان طنجه كتبين لك وجده، وجده كتبين لك الداخله والعيون، العيون كيبين لك مراكش، كيبين لك خنيفره. علاش؟ باسكو حيت هاد التميز اللي كاين في كل مدينه انا رجعت ولقيتها متطوره جدا. ولوطوغوت يعني مانيفيك، وكنقول للناس تبارك الله عليكم سوقوا غير بشويه، راه لي فاكونس هادو، والمغاربه اللي داخلين من برا كنقول لهم مرحبا بكم. واللي عجبني ايضا هو ان لقيت لاكار ولات فريمون غرانديوز، عجبني الحال بزاف، فرحت. فيما يخص استاذ انت يعني كمسرحيه ولا اخر، كيفاش كتشوفي المعلمه ديال المسرح محمد السادس لداخل مدينه وجده؟ هذه كنقول سي ان بيجو، سي ان بيجو عند الوجاده، وكنقول لهم ما تبخلوش انكم تمشيو وتجلسوا في هذوك الصفوف وتفرجوا وتشجعوا جميع المهرجانات وجميع المبادرات. يعني على اطار في اطار المهرجانات، غتحضري معنا ان شاء الله اليوم في مهرجان الراي، وكيحضر معنا السيد الرئيس مدير مهرجان الراي سي عماره، هو غادي يعرضك بصفه رسميه وانتم على المباشر. كيجي عندنا في الصحراء ان شاء الله، راه دايرها دونك غادي تحضري مهرجان الراي. غادي نحضر الافتتاح ديال المهرجان العربي ديال اللي اليوم على 8 الليل فعلا، ومن موراها غادي نجي غادي نشطح معكم. شكرا ومرحبا بك داخل مدينه وجده. اذا كنت مع يعني الفنانه المسرحيه لطيفه احرار، اللي جات في اطار اليوم لقاء يعني اللي كتنظمه وزاره الشبيبه والرياضه، وغادي بعد مباشره كي غادي تنتهي غادي تلتحق في اطار مهرجان الراي وفعالياته. شكرا لكم، في الى اللقاء يعني في البث المباشر مع ضيف اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.